من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس عدم تقسيم الإرث والانتظار إلى مدة طويلة، وهذا مما يسبب إشكالات. والله سبحانه وتعالى أمر أن نقسم الإرث على ما قسمه هو سبحانه وتعالى، لأنها فريضة من الله، فالواجب علينا أن نبادر بتقسيم الإرث ونعطي كل ذي حق حقه، ولا نميز أحد عن الآخر. لأنهم يقولوا أحيانا أن الصغير يعني هو يبقى في البيت، أو الأم لها حق في البيت وكذا. لا، هذا كله مخالف لما قسم الله سبحانه وتعالى. وأكثر إشكالات عندنا بين العوائل وبين الإخوة وقطيعة رحم وقضايا في المحكمة، كلها بسبب التأخر في تقسيم الإرث، والله أعلم.